Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكسيك فرد محروس في مادة اللغة الفرنسية لاكتيفيتي دو ليكسيك بور 6e année de l'enseignement primaire. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة الدورة الثانية السنة الدراسية 2020-2021 المستوى السادس ابتدائي. اليوم غادي ندير معكم فرد ديال ليكسيك بور 5e année, c'est pas 6e année, 5e année de l'enseignement primaire. D'accord, 5e année de l'enseignement primaire, c'est bien. Donc, مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، كنرحب بك وأدعوك لكي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد القناة. مرحبا بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما متندين القناة بلي لايك بلي كومنتير وكذلك بالبارتاج مع الأصدقاء والصديقات ديالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو. Donc, fait la vidéo, on va comme je vous l'activité du lexique pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. Donc, on dit l'exercice en avait les trois questions. Donc, on va commencer par la première question. Donc, classe les mots suivants par famille de sens. Donc, je vais vous dire, classer les mots par famille de sens. Donc, habit et légumes. Et couleurs, ce sont des familles de sens. D'accord? غادي يكونوا كاملين كيعنيو هاد هابي اولا داخلين في اطار هاد هابي وهنايا لي ليغوم هنا لي كولور صافي هنا لي زابيس سون الملابس ملابس اولا اللباس هنايا ليغوم سي الخضار الخضر وهنايا كولور سي الالوان صافي الالوان سابيا عندنا كاروت شيميز بلو فيست اريكو جون نوار نافيت بوم دو تير بانتالون سابيا دونك كاروت كاروت هو خيزو اللي هو الجزر دونك سي ليغوم كاروت شوميز ومن الملابس شوميز بلو كولور بلو بلا او فيست فيست سي لي زابي اريكو سي اريكو هي اللوبيا جون هو اللون الاصفر نوار لون كحل نافيت اللي هو اللفت عندنا بوم دو تير اللي هي البطاطا سي ليغوم بوم دو تير اي اليونا ديرنيير مو اليونا بانتالون بانتالون سي ايزابي اللي هو السروال pantalon. Donc, chemise, veste, pantalon, ce sont des habits. Haricots, navettes, pommes de terre, ce sont des légumes. Et il y en a ici des couleurs, c'est bleu, jaune et noir, ce sont des couleurs. C'est bien. La deuxième question. La deuxième question, c'est très facile, concerne l'activité du lexique toujours, la synonymie, ou bien les synonymes. Il y a le moradif. Donc, il y a le moradif. Le moradifet. Donc, dans le synonyme des mots suivants, ou bien souligner. Donc, هاد الكلمات اللي مسطر عليهم غادي نديرو لهم المعنى ديالهم ولا المرادف ديالهم. C'est bien. Donc, عندي avant les vacances, عندي l'examen est facile, ouvrez vos yeux. Donc, هنا avant, facile, ouvrez. هنايا راه خطأ هنا عندي ماشي le synonyme, ou bien احنا خصنا نديرو l'antonyme. L'antonyme. الضد. الضد. صافي. هنا كنتسرع على الضد كنتسرع على الضد هنا افون يعني الضد ديالها سي ابخي ابخي لي فاكونس لي فاكونس صافي ابخي لي فاكونس هذا هو الضد ديال افون هنا كنتسرع على الضد دونك يسمحوا لي هنايا خطا مطبعي ليكزامان اي فاسيل نديرو ليكزامان ضد ديالها ضد ديال فاسيل سي ديفيسيل اي ديفي سيل دونك الامتحان صعيب داكوغ الامتحان صعيب دونك فاسيل ديفيسيل اوفغي فو زيو يعني حل عينك سي فيرمي فيرمي فو زيو سد عينك دونك فيرمي هنا ديفيسيل سي لو كونتخيغ داكوغ دونك ملي كنقولو لانتونيم انتونيم انتونيم سي كونتخيغ D'accord? Ou à DID. Contraire à DID. En
ونغف. بهذا غادي نكونو كملنا هاد لا كيسيون هذا اللي كان كيخص لانتونيم. لانتونيم ضد لا دو لا بروميير كيسيون كان كيخص لي فامي او بيان لا فامي. لا فامي دو سونس. داكوغ لا فامي دو سونس. نشوفو لا ديرنيير كيسيون. رولي شاك مو ا سون انتونيم. غادي نربط كل كلمة بالضد ديالها. صافي نعندي بوتي صغيرا، كونستخوير بنا، لونتومو ببطء، غابيدومو يعني بسرعة، غران يعني كبير، ديتخوير سيتادير هدم. دونك بوتي شنو هو الضد ديال بوتي؟ صغيرا ضد ديالها كبيرا دونك غران. كونستخوير دونك شي حد مثلا بنى شي حاجة ضد ديالها شي حد هدم شي حاجة. دونك كونستخوير سي ديتخوير. لونتومون سي rapidement. Ça fait lentement, c'est rapidement. C'est bien. Donc, la question est l'antonyme. Yani, c'est bien. D'abord, je vais vous donner la liste de l'antonyme. Les antonymes, les antonymes, les antonymes, le mot, l'antonyme dialo. L'antonyme. L'antonyme dialo. Donc, on va commencer là. On dit avant, ضد ديالها, c'est après. On dit facile, c'est difficile. Difficile. On dit ferme ou ouvré, ضد ديالها, c'est fermé. هنايا عاوتاني, petit, grand. دونك هاد لي زانتونيم خصكم تبقاو تحفظوهم لان غادي يفيدوكم في الاستيعاب ديال لا لونغ فرونسيز. داكوغ. كونستروير كونستروير سي ديتروير. اي ديرنييرمون عندنا لونتومون هي رابيدومون ضد ديالها دونك رابيدومون. صافي دونك هذا راه واحد الباجاج ديال الكلمات اللي نعقلو عليه وبه غادي نزيدو نطورو لا لونغ فرونسيز ديالنا. داكوغ. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيمون بريمير. درنا ثلاثه ديال الانشطه. تعرفنا في النشاط الاول لا فامي دو سونس او بيان لي فامي دو سونس، عائله الكلمات او بيان عائله المعاني. هنايا تعرفنا الانتونيم الاضداد وهنا كذلك الاضداد. دونك بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون عجبكم لا فيديو ونال الاستحسان ديالكم. كنرحب بكم مجددا وادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقوا وسطكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.